قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هنا الظلم هو الشرك، فإن فعلت يعني الشرك فإنك إذا من الظالمين. فهذا الظلم هو أعظم أنواع الظلم، ومر معنا في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، وأينا الذي لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. والنصوص في هذا المعنى كثيرة في بيان أن الشرك ظلم. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ثم ختم الآية بقوله: وما للظالمين من أنصار. وليس الشرك وحده ظلما، فإن شقيقه وهو الكفر ظلم. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون.